شوف شوف الوراق اذا مساء الخير ومرحبا بكل المتتبعين ومتتبعات قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر. حنا تتواجدوا بدوار المحمديه الصغير على مستوى جماعه الويدان التابعه لعماله مراكش. اليوم يعني تتفاجئ مجموعه ديال الاسر تقريبا 8 ديال الاسر يتفاجئوا بقرار الافراغ وكذلك يعني قرار الهدم. يعني كننتظروا كما تشوفوا تهزوا الاعلام الوطنيه بالاضافه للاسر ديالهم ووليداتهم كلهم الان واقفين امام المنازل ديالهم هذه في انتظار القرار ديال الهدم ديال هذا المنزل ديالهم. كما تتابعوا معنا مجموعه ديال المنازل اللي سكنوا فيها ما يزيد على من 1978 هما هنايا لحدود الساعه. فغادي نشوفوا هذه الشريفه يعني تقربنا من هذا القرار كيفاش توقع. السلام عليكم لالا. السلام سيدي. يعني بغيت نسولك من اش من عام وانت كاينه لالا؟ هنايا سيدي من 75 وحنايا هنايا وخلاونا والدينا واختي الكبيره راه عندها 100 عام حاسبي وخلاونا والدينا وهو كان بربا عنده خلاه قال لي بغيت نبيع لك راجلها اللي كتب له الوكاله المرطو باع لبا ديك الورقه مزوره عطاها ليه با ما قاريش حنا ما قاريينش با مات خلى با ملي مات كتب له وكاله لمرتو كتب له وكاله لمرتو مرتو دحاتنا جات با تخرجنا قالت لك لخويا ما با يعوضوا لنا ما بعثوا لنا حتى شي حاجه با يخرجونا جاو قالت لك تخرج تخوض طيب نطيحوا عليكم وحنا عاش الملك حنا عاش الملك حنا مع سيدنا وإلا ما كناش مغاربه يقتلونا حنا ما عندنا فين نمشيو حنايا مساكين ضروري على المعيشه الماء ما لقيناه وما عندناش وفقراء وما قاريينش وحقرات علينا وكتب لها راجلها الوكاله رجلها كتب لها الوكاله ورجلها باقي حي ويتواجه معنا ويهضر فاش كان با واش داز هذا الشيء في المحكمه يعني دوزتوا للمحكمه كان جلسات ديال المحكمه ولا انا داز السؤال لا ما عمرناش حضرنا ما عمرناش حضرنا نعم هذا الشيء تديروه غير هي وكتب لها رجلها الوكاله ورجلها كاين نعم ودوك شحال الناس انتم هنايا الشريف حنا 6 البنات وجوج خوت شحال تقريبا انت من سنه وانت عايشه هنايا؟ انا عايشه درك داك الشيء اللي في عمري. الشيء اللي في عمري شحال في عمرك تقريبا؟ انا من 92 من 92 نعم 63 سنه 63 1963 انا بنت 63 نعم خلاونا والدينا هنا وماتوا وخلاونا هنايا ما شاء الله وهنا تزادوا وليداتك وحفايدك ايه وخلاونا جات لنا درك مرتو كل خطا تجي تهددنا وفقساتنا ومرضاتنا وبكاتنا سيدي وتتهجج علينا وكتجيب الناس وحنا قاعدين في الدار تحل عندنا الدفوف وتضربهم علينا وتتبرك علينا بالكلام الخايب وحنايا ما محترماناش وهذا الشيء دايرين لنا ما شاء الله ومشينا طلبناها وقلنا لها وما بغاتش ما شاء الله ودروكا جابت لنا قالت لك تخوي تخوي ولا نطيحوا عليكم وحنا ما عندنا غير الله والملك عاش الملك عاش سيدنا انا شنو الرساله ديالي اش بغيتي توصلي للمسؤولين؟ نوصل لهم حنا ما عندنا فقراء ما عندنا فين نسكنوا نعم دابا تعوض لنا ما عندنا حنا فين نمشيو ما عندنا فين نسكنوا حنا عاش الملك حنا مع الله والملك عاش الملك الله ينصر سيدنا حنا مع سيدنا نعم سيدنا تفضلي لالا اليوم تنشوفوا بانه خليك انا اليوم تفاجئتوا بانه قدرت تكون القرار ديال الهدم ديال المنزل ديالكم حنا حلينا عينينا حنا كبرنا هنا وفي الاخر هما تيجيو تيهددوهم ولا ساعه مره تيجيو يدفعوا عليهم الباب علاش؟ يجيو خويو نعم دور دورا تجي تدفع عليهم الدفه تقول لهم خويو علاش بتخويهم من هنا؟ علاش بتخويهم من هنا؟ قالت لك خويو حنا تعوض لينا تعوض لينا ما يمكنش حنا فين كان؟ سنين هذه عمرنا كامل حنا هنا عمرنا تجي تقول لي يلاه خرجوا خلات معناتها والدينا وجات لينا قالت لك تخويو علاش حنا ما امتى بدا هذا المشكل لالا هذا المشكل امتى بدا؟ شحال من عام هذه باش بدا تجي وتتهددكم وتتقول لكم شي 10 سنين قبل كثر لا شي 5 سنين 5 سنين اللي باش جات دوكا انتم 50 عام اكثر من 50 عام انتم ساكنين حنا قلت لك انا شوف شحال في عمري حنا راه كاينين هنا اختي الكبيره راه عندها شي 80 ولا 90 نعم اللي عندها حنا كاينين هنا يا سيدي حنا كاينين وهاد الجيران ها جيراننا ها جيراننا شهدوا ها الشهود جيراننا
ما شاء الله. حنا كاينين وباينين وساكنين وما عندنا درك مضربين مع المعيشه، حنا فقراء وما قانيش وما عندناش. عاش الملك، عاش الملك. الله يصاب الشريف، الله يصاب. يعني كما تابعتم معنا، إذا كما تابعتم معنا متتابعينا خلال المباشر، هذه الأسرة في دوار المحمدية الصغير كما تشاهدون من خلال هذا المباشر اللي تفاجئوا اليوم، يعني بأنه ربما أن القوة العمومية وأنه الفقرة ديال الإفراغ أو الهدم ديال هذا المنزل اللي تيعيشوا فيه تقريبا من 8 ديال الأسر، يعني من 1975 وهما هنايا يعني ساكنين في هذا المنزل هذا كما تشاهدوا معنا. فاليوم يعني كانت صدمة بالنسبة لهم كبيرة أنه أن القوة توصل اليوم هنا المنازل ديالهم، يعني في درجة الحرارة القياسية اللي كاينة في مدينة مراكش. فاحنا تنتمناو انه ان شاء الله يكون شي اجل يعني خليك لالا خليك تمايا بنسولوك يعني اليوم مظلومين، حنا مظلومين بلاتي بشويه عاش الملك، عاش الملك، حنا مظلومين ولا ما لقينا فين نمشيو يجيو يقتلونا يريبوا علينا ويجيو يقتلونا وحنا ثمانيه بشويه عليك لالا يعني اليوم شنو حنا اليوم جاو بيهددونا وبيخرجونا وحنا ما عندناش فين نخرجوا ما عندناش اسيدي هنا بلاصه هنا هنا بلاصه هنا الحمدية الصغيرة وحنا طريق الافاس وحنا زيدي بين خرجونا حنا عندنا الله والملك والوطن حنا ما عندناش وحنا ثمانية الاسر ساكنين وبيخرجونا ولا بيقتلونا يجيو يطيحوا علينا ويقتلونا بالله هذا الشيء حنا درناه وتنشر ويدخل لنا صاحب الجلالة يا بيقتلونا راه حنا غادي يجيو خوتنا الجمعيات غادي يصورونا وغادي يشوفنا الملك متنا وعاش الملك علاش بيه علاش بيهدموا لكم هنا؟ بيهدموا لنا قال لك نخرجوا ما عندنا الوراق قال لك لا ما عندك الوراق هي كتب لها راجلها الوكاله وقال لها تخرجيهم حنا دابا ما معترفه بينا حنا الا بينا الدوله ما معترفاش بينا نموتوا وحنا راه هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء درتو درتو شي كان شي دعوه قضائيه كان شي حاجه قالت اسيدي الدعوه حنا ما تنحضروش هي داك الشيء خدامه الله اعلم حنا ما عرفنا هذا الشيء واقع هذا الشيء تديروا هي راسها تتفاجئتوا بالقرار تتفاجئنا بالقرار في رغم من نخرجوا خواتاتي طاحوا وحنا يا سيدي دروك مظلومين حنا كنطلبوا من جلاله الملك يدخل وراه حنا راه جيبوا القوات وجيبوا كل شيء يريبوا علينا وحنا بغينا نموتوا حنا هذا الشيء توصل لجلاله الملك يعني ما عندكمش فين تمشيو ما عندناش فين نمشيو عندنا الله والملك عندنا الله والملك وعاش الملك عاش الملك وحنا مظلومين وخواتاتي مظلومين وخويا مسكين مريض وضرينا عويلات وما عندوش فين يخرج ولا فين يمشي وعاش الملك عاش الملك الى هذا الشيء بغات الدوله حتى حنا بغيناه عاش الملك ما شاء الله الله يصاب الله يصاب الشريفه امين الله يصاب الشريف هذيك كما تشوفوا معنا من خلال المباشر متتابعينا حنا في قلب دوار المحمديه الصغير يعني اليوم هذه الاسره اللي تفاجات بهذا القرار ديال الافراغ او الهدم ديال المنزل ديالها كما تتابعوا معنا من خلال هذا المباشر فاليوم هذه الاسره هذه يعني ما يعني بعد ما انه كما تيقولوا هما يعني واحد السيده اللي عطاها الزوج ديالها وكاله بالتالي كان دات واحد يعني الدعوه قضائيه ديال الافراغ او الهدم يعني الهدم كما تشوفوا معنا فاليوم تشوف بانه الامور يعني بالنسبه لهم ما شاء الله ما شاء الله يعني اليوم تنشوفوا بانه الامور صعيبه وهاد الناس هادو يعني ثمانيه ديال الاسر بوليداتهم يعني فين بيمشيو بدون تعويض بدون حتى شي حاجه فهذا هو اللي دفع انه اليوم انهم يقوموا بهذه الوقفه برفع الاعلام يعني صوره الملك محمد السادس ان شاء الله يعني تيقولوا كما تيقولوا يعني الظلم ما تيبش الملك الظلم باش تلقى الاسر كلهم
اذا كما تتبع معنا متتابعين فنتمنى انه الصوت يوصل للمسؤولين بخصوص هذا المشكل اللي تعاني من هذه الاسره، يعني 8 ديال الاسر دون محمد الصغير بجامعه الويدان، يعني انه يكون اعاده النظر بخصوص التحقيق ويعني فتح يعني النظر في هذه الملف هذا، يعني مجموعه ديال الاسر المهدده يعني بالتشرد والضياع. وكنشكركم، شكرا لكم على حسن المتابعه، الى مباشر ان شاء الله اخر على قناه نشوف فيه.